بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على الرسول محمد صلى الله عليه وآله. في رسالته أبعاد كثيرة، قبل البعثة وبعد البعثة. من هو رسول الله صلى الله عليه وآله قبل البعثة؟ ومن هو رسول الله صلى الله عليه وآله بعد البعثة؟ إذا أخذنا بالدراسات الموضوعية، وخاصة هذه الأيام تبدأ أو بدأت دراسة حياة محمد صلى الله عليه وآله، دراسة موضوعية لرؤية هذا الحدث التاريخي العظيم في ولادته أولا، ورؤية تحركه في هذا المجتمع. هذا المجتمع كما تعلمون مجتمع قبائل أولا، ومجتمع القبائل مجتمع يؤمن بأفكار تضمن له الوجود، تضمن له استمرارية هذه الحياة، حياة القبيلة. إذ الخروج على المعتقدات، معتقدات القبيلة بكل ما يتعلق بها بالصحيح وغير الصحيح، يعتبر في ذلك الوقت خروجاً يخالف الإجماع، وبالتالي يطرد أي إنسان يحاول أن يفكر بتفكير يناهض ما عليه القبيلة. كان رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه قبل البعث في هذا المجتمع القبلي، والمجتمع القبلي لا تتصور إنه واحد. كان يتميز المجتمع القبلي في الجزيرة العربية بقبائل تشترك ببعض الأشياء عامة، كعبادة الأصنام والأوثان، وتختلف فيما تراه أن هذا الموقف يعزز من قبيلتها ضد قبيلة أخرى. هنا موطن يحتاج الوقوف عنده حينما نأتي عليه، كيف يوحد رسول الله صلى الله عليه وآله بين قبائل متنافرة في العادات والتقاليد، مشتركة في التصور نحو الأصنام ونحو الوثنية. إذا مس أحد هذا المعتقد تهيج كل القبائل، لأن في هذا المعتقد في داخله
تراكيب اقتصادية. المجيء إلى الكعبة بالصورة الجاهلية وما يحصل في هذا الموسم من تبادل اقتصادي ونذور إلى غير ذلك، هذا كله ينبغي أن لا يمس. كيف جاء رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا المكان؟ في تصورنا القريب نحن لا نستطيع أن نجمع بين فريقين بسيطين، خلي نقول الكتل السياسية التي تشترك في أشياء كثيرة من أمة واحدة. كيف استطاع رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجمع النقائب إذا صح ذلك، الأوس والخزرج في المدينة، قريش ومكانتها أبو سفيان وجماعته وقبيلته وموقفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة بعد البعثة جاء النبي بما يهدم أركان الوثنية، جاء النبي ليحررهم مما هو يقف حائلا أمام التحرر الحقيقي. جاء الرسول صلى الله عليه وآله ليحررهم من الخرافات، جاء الرسول صلى الله عليه وآله ليحررهم مما تعتقد هذه كل القبائل إنه يمس بعاداتهم وتقاليدهم. عاداتهم وتقاليدهم كما هي معروفة وكما تنقل كتب التاريخ من أهمها الطبقية ومن أهمها وجود الموقف من المرأة، كان موقفا بائسا إذ لا يعطي الحق لهذا الإنسان كما هو للذكر. أمور كثيرة في المعتقد وأمور كثيرة في العادات والتقاليد، هذا التصور ينبغي أن يكون أمامنا حينما نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا في مجتمعنا الحديث إذا ما أحد منا أراد أن يغير فتلك مسألة صعبة جدا وكما تعلم، فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله؟ وما هي المبادئ التي جاء بها؟ بهذا القدر البسيط من المقدمة ندخل إلى المبادئ الثلاثة التي نحاول أن نختصر بها حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسالة التي جاء بها. لا أريد أن أكرر أن الإنسان حينما أن يؤمن بعقيدة يكون هذا الإيمان له دور كبير جدا في حياته الخاصة وفي حياته العامة. نبدأ بهذه المبادئ الثلاثة. المبادئ الثلاثة هي مبدأ العلم، والمبدأ الثاني مبدأ العدل، والمبدأ الثالث مبدأ الأخوة. هنشوف كيف رسول الله صلى الله عليه وآله بعد البعثة النبوية الشريفة كيف يؤمن إيمانا قويا وراسخا بما أنزله وبما يأمره الله تعالى به. مبدأ العلم
باختصار كما تعلمون يتفرع إلى مجموعة من الأفكار، منها فكرة القراءة، إنه أنت لا تستطيع أن تزيد علما، أن تزيد علما ولا تزيد معرفة إلا بأن تجيد القراءة، إلا وإذا أردت أن تتطور أكثر فتبدأ بالكتاب. هذا المبدأ تفاعل معه رسول الله صلى الله عليه وآله بوحي من السماء حينما كان يتعبد رسول الله صلى الله عليه وآله في غار حراء وهو وحيدا وهو يناجي ربه، وهذه الفترة التي قبل الوحي كان أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله يؤمن بالرسالات التي سبقته، فكان مهيئا لقبول الوحي ومهيئ بما هو أهل له. نزل عليه جبرائيل عليه السلام قال اقرأ يا محمد. الرواية تقول استغرب رسول الله ما معناه ترى، قال ماذا أقرأ؟ هناك رواية أخرى يعني لا تقبل بهذا التفسير، وممكن لأنه كيف يقول ماذا أقرأ وهو وحي وهو مهيئ لقبول الوحي؟ هذه رواية أكو نقد عليها، ما لأنه ماذا أقرأ أو شيء من القبيل، لا أريد أدخل بها، لكن بالمبدأ الكلي الذي يأمر بالعلم، وكما تعلمون أن القراءة مفتاح العلم، لا يمكن أن تعرف أو تنقد شيئا من غير علم، والقرآن نفسه يؤكد ذلك. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا المبدأ يكفيه القرآن ورسول الله فخرا بأن الدين الإسلامي يبدأ وينتهي بالعلم، ولا مجال للخرافة ولا مجال للأسطورة ولا من أي شيء خارج ذلك. العلم يتمثل بالعقل، يتمثل بالتجربة، يتمثل بالقلب، كلاهما يكونان المعرفة. لا تكون المعرفة في الإسلام الجانب الأسطوري، وقد نقد القرآن المواقف الأسطورية ونقد المواقف الصنمية ووقف كل هذه الخزعبلات، لأن النهضة الآتية هي نهضة قراءة وعلم وتفكر وتدبر، كل هذه وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه ولخصته كلمة اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، لاحظ الله الخالق، ليس القراءة الوثنية وليست القراءة الأسطورية ولا الخرافية ولا العادات ولا التقاليد. هنا حد فاصل بين الحياة الجديدة للمسلم والحياة القديمة للإنسان القديم أو القبلي أو الجاهلي. الآيات اللي في العلم كثيرة جدا أيضا، منها ما سمعتم، هذا مختصر مفيد لمن أراد أن يتوسع، يجمع الآيات في العلم فتفتح له أبواب هذه النهضة بكل معنى الانفتاح. لا يقبل الإسلام تحجرا، لا يقبل الإسلام تكفيرا
لأن التكفير ليست إلا التفكير السلبي. بين التفكير والتكفير مجرد تقديم وتأخير في الأمر. تكفير تفكير. هذه الشعرة بين التفكير والتكفير هي التي يقبلها الإسلام، يقبل بالتفكير ولا يقبل بالتكفير، حتى سمح للآخر في ضوء الرسالة الإسلامية إذا أراد أن يقول أو يعبد ما يعبد فلكم دينكم ولي دين، بهذا المعنى، بشرط أن لا تؤذي من يشترك معك في الحياة. هذا شرط أساسي في الحياة الإسلامية الحضارية الإنسانية. تقبل الآخر لكن وجادلهم بالتي هي أحسن. هاي مقومات الحياة الاجتماعية بالنسبة للإسلام الجديد، وهو الإسلام المتجدد دائما. لكن القراءة بالمعنى التكفيري هو السلبي على الحياة الإسلامية. كل منا، نحن المسلمون بكثرتهم، يقرأ الإسلام، لكن هذا العقل بقي عند البعض عقلا خرافيا قبليا جاهليا، فيقرأ الإسلام قراءة جاهلية، وهنا هي المشكلة. هنا بقي الكثير من المسلمين يقرؤون القرآن، أقول القرآن لأنه قراءتهم قراءة تقليدية، قراءة متأثرة بالجاهلية بالعصبية، وهذا أخطر ما يكون على الإسلام والمسلم. القراءة الصحيحة هي بسم الله عز وجل، هي بالعلم ومن أجل العلم، لا من أجل القتل والتكفير. باختصار، هذا الأمر أشبعته الأحاديث النبوية في سبيل أن يعرف الإنسان دينه، في سبيل أن يعرف هدفه بالحياة، لأن العلم هو فيه الحراك الإنساني، فيه التقدم. هذا الحراك الإنساني نحن المسلمون حقيقة التأثير السلبي، بقي العلم هو بمعنى الحفظ، والحفظ ماذا؟ حفظ ما ورثناه. هذا لا يكفي في أن يكون حراكا إسلاميا إنسانيا علميا تقدميا، لا يكفي، لابد أن يكون علما انفتاحيا عن السماوات والأرض، انفتاح على الآخرين، الأخذ من الآخرين. لاحظ، كلمة العلم أو القراءة تتضمن أخيرا تأتي إلى الحكمة، خذ الحكمة ولو من المجنون. لاحظ، حتى لا تبقى متخلف، خذ اطلب العلم من المهدي إلى اللحد. هذا أخبار رسول الله. اطلب العلم، سواء كان هذا الحديث عليه إشكال أو لا، اطلب العلم ولو كان في الصين. يريد أن يقول أن العلم تطلبه لكي لا تبقى جاهل، ولكي تنفع الآخر، ولكي تنفع الإسلام به. هذا الصراع بين أن تأخذ العلم أو اطلب الحكمة. المؤمن، الحديث أيضا معروف، الحكمة ضالة المؤمن، ضالة، أي أينما وجدها طلبها أخذها. هذا معنى جديد للعلم ورسالة الإسلام، تأخذ وتعطي. لما تأخذ العلم أو الحكمة من أي مكان حتعطي أيضا، تزيد على ذلك، حيصير تفاعل اجتماعي وحراك اجتماعي يفيد الإنسان. قال الحكمة ولم يقل القتل والحرب. وهو والمسلم الحقيقي يتذكر آيات كثيرة في هذا الجانب. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التعارف هو الحقيقة وليس التحارب وليس التكبير. إذا نحن أمام نهضة حقيقية بل ثورة في العلم وتفجير هذا البركان في عقل الإنسان لأن يفتح الآفاق، آفاق السماوات وآفاق الأرض، ولا يقتصر على هذه الجزيرة وما هو موجود فيها. تحمل من أجل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرا، كما تقرؤون في السيرة، لا أريد أن أدخل بها طويلا، من أجل هذا المبدأ تحمل كثيرا. ومعلوم حينما هاجر من مكة إلى المدينة، التجربة في مكة كانت قاسية جدا، إذ لم يكن له أنصار، بل إن القبائل تحاملت عليه، أبو سفيان ومجموعة قريش، وحاولت أن تقتله وتضربه، وكل ما دعا إليهم بالخير ردوا عليه بالشر بكل أنواعه، ولكنه أصر على أن يكون. والله يا عم لو أعطوني الشمس في يميني والقمر في شمالي لما تركت هذا الأمر أو أهلك دونه. هذا موقف إنسان يمتلك كل معنى الإيمان الصادق والحقيقي لما كلف به من قبل السماء. إيمان حقيقي يمكن أن يكون لنا أسوة كما في الآية الكريمة، لأننا محتاجين إلى هذا التحدي في سبيل أن يكون هذا التحدي خيرا للناس والإنسانية. هذا التحدي ليس بطلا يريد أن ينازل إنسانا، وإنما بطلا إيمانيا معرفيا علميا إنسانيا. كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله كان صعبا أن يتقبله تلك القبائل، أن تتقبله تلك القبائل، بل كما تعلمون الحروب بدر انتصر بها، أحد لم ينتصر بها، وكانت لذلك أسبابا لا نريد الدخول بها. كل تحدي وحرب وغزوات كثيرة، مما تدل أن الرسول صلى الله عليه وآله وتأييد السماء له بالاستمرار في التحدي والإصلاح، لأن بقاء الإنسان أن يعبد ذاته، أن يعبد صنمه أو يعبد قبيلته مرفوض، كما كل الأنبياء من قبله، لأن الإنسان لو عبد كل هذه الأشياء تحجر، لم يحصل عنده أي تقدم في حياته. كما تلاحظون أن الثورات في العالم الغربي حينما حصلت، حصلت ضد الكنيسة، ضد كل ما هو طاغوتي، ضد كل ما يؤخر من العلم والعقل، فانفجرت المعرفة. هكذا كان يريد صلى الله عليه وآله أن تنفجر المعرفة في سبل الخير كلها، في سبل العدل كما هو في المبدأ الثاني، في سبيل الأخوة الإنسانية والإيمانية كما هو في المبدأ الثالث. الآيات كثيرة في ذلك حتى لا نطيل عليكم. الأمر الثاني هو الأمر بالعدل. الأمر بالعدل سهل، ولكن الانقياد للعدل والتمسك به يكلف الإنسان كثيرا. أن يتزازل الإنسان عن ما تأمره نفسه
بما هو سلبي، تأمره بالغش، كون يسحب نفسه من الغش، تأمره بالسرقة، تأمره بمجموعة من الأهواء في سبيل أن يثبت ذاته وأنانيته في الحياة. يأتي الأمر الإلهي، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ورسول الله صلى الله عليه وآله أيضا يؤيد هذا عن القرآن، وأمرت أن أعدل لأن أعدل بينكم، وأمرت أن أعدل بينكم، إن الله يأمر، شو لاحظ، يأمر بالعدل والإحسان، وأمرت أيضا آية أخرى، وأمرت أن أعدل بينكم. هنا نحن إذا أردنا فعلا أن نتأسى والأمر من الله، من الله تعالى بأن يكون لنا أسوة، يعني إن كنا أتباعه نتأسى بالأمر، وإن كنا لا، مجرد ألفاظ سهلة نقولها لكن الفعل لا وجود له. هنا حقيقة انكشاف الإنسان أمام ذاته، أمام ربه تعالى، كيف يكون عادلا في تصوره. العدل حقيقة حتى في أصغر الأشياء، وحتى مأمور به حتى في العاطفة، كما تعلمون في آيات كثيرة. ووجدت حديثا شريفا رائعا جدا في هذا الأمر، وهي الأحاديث كلها كثيرة، ولكن أريد أن أظهر لكم بأن العدل إذا ضاع حل محله الظلم، حل محله الطغيان، حلت معه المآسي، فكل يدعي وصلا بليلة لأنه ما في عدل. العدل هو يحقق التوازن النفسي للإنسان الفرد والمجتمع. إذا لم يكن هناك تصور للعدل وعمل نفسي داخلي ينعكس على سلوكه، لا تحصل القربة إلى الله تعالى، ولا يحصل الإيمان الحقيقي برسول الله وهو الأسوأ. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله، إن الله يحب أن تعدلوا بين أولادكم حتى في الغمل. الله أكبر، حقيقة حديث رائع جدا. معنى اللي هذه القبل التي تقبل بها ابنك أو ابنتك، لا تزيد هذا ثلاثة أو تلك اثنين، تكون هذه ثلاثة والبنت ثلاثة، فكيف بالأشياء الكبرى عندما يكون حكما بين قبيلتين، بين حزبين، بين من تصلح بينهما، كيف يكون؟ ينبغي أن يكون العدل أمامك، وكل رسول الله وأهل البيت حقيقة مثال في الأسوة في هذا المجال. إذا لم تكن عادلا في كلامك، في سلوكك، في مواقفك، تكون قد أخللت بالأسوة التي ينبغي أن نكون لها تابعين، ينبغي أن نكون بها مأجورين. صحيح هي الكلمة سهلة، لكن السلوك الجمعي والسلوك القبلي والسلوك الأسروي لا يشجع بهذا العمل. إن التشجيع أو البناء النفسي والأسري في هذا المجال ضعيف حقيقة، إنما محاولة التبرير
وهذه سلبية كبيرة حقيقة تصطدم مع هذا المبدأ، مبدأ العدل. التبرير في سلوكنا موجود وسهل ونتعامل به، الغش نتعامل به سواء بالمكيال سواء بالعلاقات الاجتماعية إلى غير ذلك، هذه كلها تهد أراء القدوة لرسول الله صلى الله عليه وآله. الحديث الشريف معانيه كبيرة، إن الله يحب أن تعدلوا بين أولادكم حتى في القبل، يعني أكو شيء آخر منتهين منه، العدل منتهين منه في الحكم في العلاقات في كل المجالات الأخرى منتهين منه، لكن هنا الجانب العاطفي الأسروي هي المهمة جدا، هي اللي يؤكد عليها القرآن والأسرة والنبي صلى الله عليه وآله في سبيل أن تظهر هذه العلاقة ولا يخدشها خدش من عدم العدل، عدم التوازن حتى في الحق. المبدأ الثالث مبدأ الأخوة، كانت الأخوة موجودة، هي طبيعة إنسانية، لكن قوتها وضعفها كانت تعتمد على المصالح، كل جماعة تحب أن تتعاون فيما بينها فيما يخدمها من مصالح سياسية اجتماعية قبلية، شنو اللي تنتمي إليه موجود، لكن الأخوة الإسلامية أعطت معاني راقية، أخوة ليس نسبية، لكن إذا جاء النسب يصب في الأخوة الإيمانية الإلهية المحمدية يكون أقوى. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين. أولا المبدأ الأول، ينبغي أن تتهيأ القلوب والعقول والسلوك جمعا لكي يكون هناك مجتمع يتبنى هذا المبدأ، مجتمع ينظر بعين الله عز وجل حينما يريد أن يتعامل مع الآخرين بمبدأ إنما المؤمنون. إذا أنت مؤمن، أنت أول ما يتبادر إلى ذهنك ينبغي أن يكون هذا الإيمان مبني على الأخوة الإيمانية، لأنه فيه أجر وفيه إصلاح وفيه كل الأبعاد الإنسانية. لاحظ من هذا المبدأ اللي أراد أن يجسده رسول الله صلى الله عليه وآله حينما جاء إلى المدينة ويريد أن يؤسس دولته وفق النظام الدستوري الإسلامي، أعلن مبدأ الأخوة، فآخى بين المهاجرين والأنصار، وآخى بين الأوس والخزرج إلى آخره، وآخى هو نفسه مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. لاحظ بدأ تتجسد هذا المبدأ كعلاقات بين الناس، مو مجرد مبدأ الإسلام القرآن ينادي بالأخوة ينادي بالعدل، لا، صار ترجمة له على أرض الواقع، وهذه مهمة الرسالة السماوية ومهمة رسول الله، تغيير المجتمع. إذا لم يغير هذا القرآن ورسوله المجتمع فلم يعد له أثر، لا ينفع الآخرين، الآخرين ينبغي أن يطيعوا هذه المبادئ ويعملوا على ترجمتها في الواقع حتى يحصلوا على سعادة الدار.
سعادة الدنيا والآخرة، وهي هدف من أهداف القرآن. بعد ذلك تطور هذا المبدأ إلى حب لأخيك كما تحب لنفسك. إذا أنت تحب لنفسك تكون غني، حب لأخيك أن يشاركك في هذا الغنى. إذا أكو شيء ينفع الآخرين أبدأ به، أوجه به، أرشد له، مو أحتكر الأنانية تكون هي المبدأ بدل الأخوة. هذا مرض خطير جدا، حاول رسول الله صلى الله عليه وآله أن يفككه بين قبائل الناس بمبدأ الأخوة حتى هذه الأنانية تتغير واقعيا واجتماعيا، ويصبح البناء على أساس حب لأخيك كما تحب لنفسك. وهذا طبعا وغيره من الأحاديث الشريفة هي التي ينبغي أن نقتدي أو نتأسى بها قربة إلى الله تعالى، إن كنا فعلا نحب رسول الله، ونسأل الله تعالى أن نرتقي بإيماننا إلى مستوى هذه المبادئ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.